سلام الله عليكم. في معانا اثنين مخانيث، واحد مخروط الدر حق صعدة لملحي، كيس حرى ناطق، هذا اللي خرى مسنب بالمسيرة القرآنية. لو تتذكروا فيديو أيام المسيرة القرآنية خرى واقف، ما تعلموش آداب الأكل ولا الشرب ولا الحديث، وطلع ينظر هو محمد العماد و يتحدوا آل عفاش وآل الأحمر و... 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 وأنهم سيمثلوا بهم وأنهم يفعلوا بهم وحرمت عليكم البلاد. والله شوف يا ابن العماد، انت والدابة هذا اللي جنبك، إذا كان هاشم الأحمر عدوكم فهو صديقنا، وإذا كان الشيطان عدوكم فالشيطان صديقنا، وإذا كان أحمد علي عدوكم فأحمد علي صديقنا، وكل من عاداكم وكل من كرهتموه احنا سنحبه. الشعب اليمني قاطبة، لأن أنتم أسفل سلالة وأسفل قرشة على وجه الأرض، مجموعة محببين مخدرين، تجار محبوب، تجار شبو، تجار بشر، كل قبح في الأرض أنتم القيح حقه، أنتم حيض هذا الكوكب، متوردين فرس. قبلناكم هجرة وللأسف الآن ندفع الثمن ان احنا استضفناكم في ارضنا الطاهره هذه، وباقي يوم احنا وعيال الاحمر وعيال عفاش وكل اليمنيين نمسح بكم البلاط، والايام قريبه ما ادمش لحد. بالعكس، الفتره هذه الماضيه منذ 2011 حتى اليوم عرفنا امور كثيره، وتندم الناس على عصر عفاش، ولعنا اليوم الذي خرجوا فيه الشباب والاصلاح ضد آل الاحمر ضد عفاش، لأنه آل عفاش وآل الأحمر على الأقل في عهدهم كان الواحد يركب من صنعاء إلى تعز طيارة، ما حصلوش دابة في عهدكم يركبوا يا مراكب، ما حصلوش حمار يركبوا فوقه، قطعتم الكهرباء والماء أكلتم الناس ونهبتم البشر. فقولوا العيال الأحمر بلساني أنا وآل عفاش إحنا معكم حتى آخر لحظة، حتى نجت هذه الشوكة القادرة.